أنا برأيي ما في جدل دستوري، النص كتير واضح بأنه النصاب بالمادة 49 هو مزعج بالمواد 73 74 75 بما يتعلق برئاسة الجمهورية. المواد بتقول أول دورة 86 صوت مش نصاب، ثاني دورة 65، فأنا برأيي النصاب هو 65. إنما الناس اللي عم تحكي بال 86 واللي عملت مداخلة اليوم كانت الأسباب تبعها هي مسألة الميثاقية والتوازن الطائفي. أنا برأيي المنطق الطائفي اليوم يعيق الدولة، وهذا أكبر برهان عليه. انتخاب الرئيس ما يعيقه هو المنطق الطائفي اللي ما عم يقبله بأنه المجلس النيابي نصابه 65. هيدا الشيء لازم بقى نخلص منه. وجبنا كمدنيين ناخذ قرار حقيقي بيقول إنه النظام الطائفي يدمر هذا البلد ودمره. لازم بقى نعمل عملية انتقال. لسوء الحظ أكثرية النواب الموجودين اليوم بالقاعة ما زالوا بهذا المنطق الميثاقية يلي توازي المنطق الطائفي، وكلياتهم عم يحكوا عن التوازنات ما بين العشائر الطائفية. نحن بحاجة لدولة فيها مواطنة والمواطنين كلهم سواسية، والأكثرية بيناتهم بتأمن نفسها. شكرا.